لبدر في الوقائع ذكريات، بشهر الصوم أكدها الرواة، لأن لبدر الكبرى دليلا تلوح به البطولة والثبات، وأسباب انتصارات توالت وقامت في الأذان بها الصلاة. تهاوى عنفوان الكفر فيها وولى الجهل وانهزم الطغاة. لبدر في الوقائع ذكريات، بشهر الصوم أكدها الرواة، وفيها قلة عصفت بجيش من الكفار وانتصر الأبات، وجاء الوصف في القرآن يتلى وفي القرآن للموتى حياة. أحاط الله بالعزى وأخزى ذوي هبل وقد ذلت منات. لبدر في الوقائع ذكريات، بشهر الصوم أكدها الرواة، فغزوة بدر الكبرى دروس وعبرة سالف ولنا العظات.